بيشاركوا الجمهور كل لحظاتهم، والساعات اللي فاتت كانت أجمل لحظات الكل كان مستنيها، لحظات ليلة العمر اللي كانت ليلة ولا ألف ليلة وليلة. البلوجرز كيرو فوزي ويوستينا فكري اتجوزوا، وبعد سنة واحدة من خطوبتهم دخلوا عش الزوجية. الدنيا ما كانتش سايعاهم، وخاصة ان هما مهيبرين في العادي ودمهم خفيف قوي، وفوق ده كله محبوبين جدا من الجمهور والمتابعين ليهم بالملايين. مين كيرو فوزي ويوستينا؟ وازاي عرفوا بعض واتجوزوا؟ ليه كانوا بيشاركوا كل تفاصيل تجهيزاتهم للجمهور وما خافوش من الحسد والعين؟ لقطات حصرية من فرح كيرو يوستينا هتشوفوها لأول مرة في الفيديو ده، واللي عملوه في الفرح كان مفاجأة. كيرو يوستينا تهدي حالهم من الرقص والتنطيط والهيصة اللي كانوا عاملينها مع صحابهم والبلوجرز القريبين ليهم، واللي حضروا كمان الفرح وفرحوا لهم جدا ودعوا لهم كمان بالحياة السعيدة لأنهم يستاهلوا ده، والجمهور كمان كان شايف كده. دمهم الخفيف وروحهم الحلوة كانت باينة في كل تفصيلة في الفرح، من بداية كارت الدعوة ولحد الديكورات سواء في الحنة أو الفرح، كمان حركاتهم اللطيفة وهم بيعملوا الفيرست لوك. الفرح طلع زي ما الكل كان متوقع وأحسن كمان، حتى وهم بيجهزوا قبل الفرح وهم لابسين الأرواب، يوستينا الروب الأبيض وكيرو روبو أسود. ورغم إن الفقرة دي البعض دايما بينتقدوا العريس فيها وشايفين إن ده تقليل منه إن هو يعمل كده، بس سبحان الله فرحتهم بكيرو نستهم الانتقادات، وكمان طريقة الفيديو بتاعهم كانت لطيفة وخفيفة كعادتهم، ويمكن لأنها كانت بيجامات أكتر من إنها روب، وده أفضل طبعا. أول ما طلت يوستينا بالأبيض وشافها حضنها وبس إيديها وقال الحمد لله يا رب الحمد لله. بعد كده راحوا الكنيسة علشان يبدأوا مراسم الاحتفال، ومن الكنيسة على القاعة اللي قلبوا الدنيا فيها، وما كانوش مصدقين إن اليوم ده جه فعلا وشايفين بعض عرسان. من بداية الفرح وهم قضوها رقص وتنطيط، وحضر طبعا فنانين وبلوجرز كتير زي رندا البحيري وعلي غزلان. كيرو بيحب يشارك الجمهور كل تفاصيل حياته ونجاحاته وخطواته، ومش بس الفرح اللي عمل فيه كده، من زمان ومن بداية ارتباطه وخطوبته ليوستينا وهم بيعملوا فيديوهات مع بعض كوميدية ومحتوى لطيف والكل بيحبه. كيرو شارك الجمهور كل تجهيزات جوازه، من التشطيبات للشقة لشراء الحاجات والحد الحنة كمان اللي عملوها، ولبسوا ملابس زي الفلاحي والهندي، وبرضه عجب الجمهور. كيرو عنده 29 سنة، بيشتغل مدير تسويق في شركة من شركات التكنولوجيا، بجانب ده هو بلوجرز وبيعمل فيديوهات على السوشيال ميديا. قال قبل كده ان هو بيحب السوشيال ميديا جدا، بيحب يشارك الناس كل تفاصيل يومه وبكل حب، لا بيخاف حد يحسده ولا حد يتريق عليه، بيتقبل كمان كل الانتقادات بصدر رحب وبكل راحة لانه عارف ان ده الطبيعي ومتصالح جدا مع نفسه. أما يوستينا فهي لسه متخرجة السنة دي، وهو شجعها كتير خلال فترة دراستها، وده عرفناه من فيديوهاتهم سوا. أول فيديو كان السبب في دخوله عالم السوشيال ميديا وكان سبب شهرته، هو أن كيرو كان له علاقة بلدغته وبعدها بقى مشهور. اللدغة اللي عند كيرو كانت سبب في شهرته، وقدر يحولها من نقطة ضعف لنقطة قوة عنده، ورغم أن في الأول كان في تريقة كتير على كلامه وطريقته، لكن مع الوقت الكل حبها وبقى ميزة عنده. ما بقاش ظهوره مقتصر على السوشيال ميديا بس، كيرو عمل كمان أغنية وكسر الدنيا بيها، وكمان دخل عالم التمثيل بأول دور له في مسلسل دنيا تانية مع ليلى علوي. كيرو دايما بيدعم الشباب وبيديهم نصايح وطاقة إيجابية علشان يكملوا وينجحوا، لدرجة إن هو كمان فتح كافيه كان بيحلم بيه طول عمره. فيا ترى بعد جوازه ومن حب حياته يوستينا ناوي ينجح في ايه تاني، خاصة ان هو مجتهد وموهوب في حاجات كتير؟ فيا ترى هيفضل يشارك الجمهور لحظات حياتهم برضو بعد الجواز، ولا ممكن ان هو يغير المحتوى؟ ولو حصل وغيره تفتكروا ممكن يبقوا زي بلوجرز كتير الفترة الأخيرة بقى يتقال عنهم كلام كتير مش كويس؟